حول ما أثير من زوبعة عن فضائح امتحان ولوج مهنة المحاماة. خص المغاربة اليوم ما يتفاجئوش لأن هذا هو تحصيل حاصل واحد الحكومة جات لأن عندها الفلوس ولأنها كتقول أنها شرات الناخبين وطلعت الحكومة بالفلوس، وبالتالي ماشي غريب أنها اليوم كتخدم صحاب الفلوس وليدات صحاب الفلوس، وكترد على المغاربة أنها حيت عندها الفلوس وبالتالي كتستحق أنها تنجح في المباريات وتنجح في المشاريع وتنجح في الاحتكار الاقتصادي وتنجح في كل ما كيعني الطموحات ديالها في المغرب، في حين أن طموحات الشعب المغربي، أن انتظارات الشباب المغربي، أن المعطلين المغاربة ما بقى عندهم حتى شي ملجأ من غير اللجوء إلى جلالة الملك. اليوم نحن أمام كارثة بجميع المقاييس. من بعد ذاك القرار اللي داروا وزير التعليم بالحد من الولوج إلى مباريات التعليم إلا في 30 سنة، وضحينا بآلاف الشباب المغاربة، جاء السي وزير العدل باش يقضي على كافة الأمال ديال الشباب المغربي وخصص واحد الامتحان ديال الأهلية فقط لابنه ولأبناء بعض العائلات ولأبناء بعض النافذين ولأبناء القياديين اللي معاه في الحزب ديال البام. هذا كيبين واحد الصورة واضحة على شكون هي هاد الحكومة هادي، وكيفاش كتفكر هاد الحكومة، وعلى اش كتشتغل، وشنو برامج هاد الحكومة. برنامج واحد هو خدمة وليداتهم، ولكن اللي خطير في الأمر واللي خصهم يستوعبوه المغاربة أننا ولينا أمام حكومة وأمام وزارة كتقلب موازين وكتقلب كافة القوانين باش تسهل الولوج ديال ابن الوزير البوبوس. شكون هو البوبوس؟ هو ولد الوزير في الفيلم الكوميدي ديال عادل إمام. تصور أنه غير القانون ديال الامتحان من الامتحان المغربي اللي كنعرفوه مدى سنوات إلى امتحان بالكيو سي ام على الشكل الكندي، حيث سي ولدو ما كيقدرش يجاوب على الامتحانات العادية اللي كنا من خلالها كنعرفوا مدى الكفاءة ديال اللي باغي يدخل مهنة المحاماة في السرد، في الكتابة، في الترافع. هذا ماشي غير كارثة، هذا كيعجز اللسان على وصف أن حكومة على قدها كتشتغل باش ولد السيد الوزير ينجح في الامتحان. مسألة أخرى، كيف يعقل على أن مسؤول في وزارة العدل ومسؤول مشرف على الامتحان هو الراسو كيتجاوز السن ديالو 45 سنة، لقيناه ما بين لائحة الناجحين. كيف يعقل على أن طالب تعطاه رقم الاستدعاء من اللي مشى يشوف النتائج لقى داك الرقم نجح فيه طالب آخر؟ هذه ماشي غير فضيحة، هذه فضيحة تجاوزت الحجم ديالها كنظن كل الفضائح اللي وقعت في 10 سنوات الفريطة. فعلا بعد دستور 2011 كنا كنقولوا على أن المغرب قطع أشواط كبيرة في الحد مع هذا المنطق ديال العائلات وليدات الفشوش، وأن داك الشيء كيفلت لنا واحد كيدوزو جوج، ولكن ماشي 2000، ماشي بهذا الحجم ديال الاحتقار وديال أنا غندير اللي بغيت وبعدية الطوفان لوليدات المغاربة. لهذا أولا احنا كنعلنوا التضامن ديالنا المطلق مع أبناء المغاربة وأبناء الشعب المغربي وخريجي الجامعات المغربية في هذا الحيف اللي وقع لهم نتيجة وجود هذه الشبهات اللي كتجاوز الحد ديال أخطاء محدودة في الامتحان اللي كتكون عادة في جميع الامتحانات، إلى أفعال إجرامية كنوصفوك. سمعنا باللي أنه كاين اللي اعطى الرشوة باش ينجح، سمعنا أنه كاين اللي تحيدت سميته ودخلت سميته واحد أخر، سمعنا أن كاين ناس نشحته ما حضرتش في الامتحان، سمعنا أنه ساعات الامتحان تأخرت بساعتين حتى يحضروا وليدات الفشوش لأن تيفيقوا معطلين. هذه كلها كتطلب اليوم على أنه نفتحوا فيها تحقيق. لهذا قرر الحزب المغربي الحر على أنه يلتجأ بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقد باش يفتح بحث جنائي في ما جرى وفي ملابسات هذا الامتحان هذا، وكيفاش نشحوا لنا هاد الوليدات.
اليوم باقي الامتحان الشفوي. لهذا انا كنقول الى هاد الوليدات هادو بينهم والوزير فعلا عندهم هاد الكفاءه اللي خلاتهم ينجحوا، فانا كنطالب باجراء هاد الامتحان الشفوي امام عدسات الكاميرا ديال الصحافه اللي تجي وتعاين اللجنه واش من نوعيه الاسئله اللي كطرحها على وليدات الفتوش، ونشوفوا الاجوبه ديالهم واش فعلا تيستحقوا انهم يكونوا في مهنه الخدمه ديالها هي الدفاع على حقوق المواطنين. لان اليوم بهذا المنطق ديال ان وليدات الفلوس اللي عندهم الفلوس هما يدوزوا، كنربطوا العداله اللي فعلا تحوم حولها الكثير من الاقاويل اليوم في المغرب بمنطق الفلوس، واللي عنده الفلوس هو اللي غينجح، واللي عنده الفلوس هو اللي غيربح القضيه، وبالتالي الناس اللي غضي عليهم حقوقهم واللي غيلتجؤوا للقضاء غيلقاوه قضاء مرتبط بالذهنية ديال الناس اللي نجحوا فيه بمنطق الفلوس. لهذا فما وقع في هذا الامتحان يمس سمعة القضاء وسمعة العدالة في المغرب، وكنتمنى فعلا أن القائمين على قطاع العدل أنهم يوقفوا هذه الكارثة عند حدها ويفتحوا تحقيق فيما جرى.